عايزه اعرف اتعرفت على عريسها ازاي؟ انا ولادي الحمد لله رب العالمين، يعني عايز اقول ان ربنا سبحانه وتعالى عاوني وساعدني او رسم لي طريق حياتهم من صغرهم لغايه ما علمتهم وخرجتهم من كليات. نورة اتخرجت من كلية اقتصاد وعلوم سياسية، ونجلاء اتخرجت من كلية التجارة. نورة كانت في كلية اقتصاد وعلوم سياسية، ورغم ان جوزها ما هوش زميلها في الكلية، كان في كلية تانية، انما كان قريب، كان بيجي لاصحابه وقريبه في الكلية فشافها. فطبعا حصل كده بتاع هم في، انا كنت يعني كل حاجة الصراحة في البيت بوضوح وبالتمام، يتقال للأم يتقال للأب، يعني مهم. حصل إن في كلام بتاع، أهلا وسهلا، شافها، كلم قريبته اللي موجودة في الكلية، قريبته في الكلية كلمتها، كلمت أمها كلمتني، ابتدى يعني المدخل من هذا الطريق يعني. ودخلنا، أبوهم قابل الأب، قابلنا والأم، وقابلنا معاهم ورحنا لهم والتقينا واتفقنا والحمد لله.